في قلب الدلتا تقع كلية طب الأسنان جامعة طنطا. أنشأت الكلية عام 1976، تمنح الكلية درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات إضافة إلى سنة سادسة للامتياز. خرجت كلية طب الأسنان جامعة طنطا 44 دفعة من أمهر أطباء وطبيبات الأسنان، وتعمل كلية طب الأسنان دائماً على تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مما أهل الكلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في 13 من يوليو عام 2019. كما استحدثت الكلية برنامجاً دولياً جديداً للدراسة بنظام الساعات المعتمدة يؤهل الطلاب لاستكمال الدراسة بالخارج. Okay, my name is Nurul Fatiha Abdul Rahim from Malaysia. I'm student here, dental student, and I want to recommend you to come to the Tanta University to pursue your career in dentist because this university are the best. Thank you, Egypt. Thank you, University Tanta. Thank you, staff, and thank you, Dr. Abil. Sure.